صباح الخير، معاكم جوجو. انا بحب يا حبايبي اعمل مقالب كتير 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 قوي في اصحابي. افكركم المقلب اللي عدى كانت مسابقة البحر، وكان يغرقوا والصياد استلهم. بس المرة دي بقى يا حبايبي تعالوا نشوف انا عملت معاهم ايه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيك يا جوجو. بصوا بقى، المرة دي احنا لازم نفحر في الرملة كبيرة قوي قوي قوي، واللي هيكسب هياخد جايزة. راح أصحابها يا حبايبي صدقوا وقالوا لها ماشي يا جوجو. قعدوا يفحروا يفحروا يفحروا، قالت لهم خلاص كفاية حفرة لحد كده، هنشوف بقى مين اللي بتاعته واطية خالص خالص وهي اللي هتكسب الجايزة. قالت لها خلاص ماشي يا جوجو، يا ريت عشان أنا بحب الجوايز كتير. راحت جوجو يا حبايبي رمت صاحبتها في الرملة اللي هي الحفرة الكبيرة أوي 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 أوي، وصاحبتها قعدت تعيط تعيط. قالت لها ليه يا جوجو كده؟ راحت صاحبتها التانية قالت لها ده كلام يا جوجو، مش انتي قلتي دي مسابقة؟ راحت رمتها هي التانية في الحفرة يا حبايبي، وأصحابها رجليهم اتكسرت. قالوا لها احنا غلطانين اللي سمعنا كلامك يا جوجو، مش هنلعب معاكي تاني. راحت جوجو قعدت تضحك 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 وقالت لهم أحسن، عشان انا بحب اعمل فيكم مقالب كتير، يلا باي باي. راحت جت الناس حشتهم يا حبايبي، راحت الناس حشتهم يا حبايبي، قالوا لهم مين اللي عمل فيكم كده؟ قالوا لهم دي صاحبتنا جوجو، احنا بنحبها بس هي بتحب تعمل فينا مقالب كتير. راحت الناس قالت لهم طب خلاص ما تسمعوش كلامها، العبوا العاب عاديه، لكن جوجو ما تقولكم على حاجه ما تسمعوش كلامها. وتوتا توتا، وخلصت الحدوتة. يلا حبايبي اوعوا تنسوا الاشتراكات واللايكات. باي باي.